هاي مساء الخير. اهلا اهلا. لين شو علي؟ شو بدك تغني لنا؟ موال بس بحجازي كذا. ايه؟ انا بقام حجازي يعني. يعني حزين هو؟ انه واحد بيتكلم عن حبيبته كان بيعاتبها انه كانت يعني فكرها بتخونه وغاب عنها. فكر انه كان بيخونها انه كانت بتخونه بس انه قعدت يعني تعطيه اعذار انه انا ما خنتك وكذا. ايه يعني هو حزين الزلمة ضايع. ايه ضايع. بس هو بذات الوقت هيدا الشخص دايخ. بتعرف شو يعني دايخ؟ يعني دوار. ايوه. ايه مريض مش عارف شو بك. عندك دو كتير كبير هيدا يعني انت واقف وحاس حالك رح توقع بالارض. اوكي بس بدك تغني الغنية مثل ما هي. بس انت منك رايق يعني مش ظابطة معك يعني مريض بالهيدا. اوكي ايه. فوت على مهلك لانه منك رايق فيك توقع بالارض. مثلا دينه في مشكله بالدينه ما هي بتعمل دوار. مضطر انت في 5000 شخص ما فيهم يلغوا الحفله بدك تعملها انت وهيك حاس حالك كل تكه بدك توقع. بس ما تخلي هالشيء ياثر على صوتك وعلى ادائك. يلا من هونيك على مهلك مشان ما توقع. انه فيني اتحرك وكذا ولا ايه ايه انت عم تتحرك دايخ مش دايخ بحياتك ولا مره مش حاسس بدوار كبير. ايه 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 هيك. اوكي مش عم بروح يعني. اوكي يا هاي. ولما تلاقينا على سفح رامة ولما تلاقينا على سفح رامة وجدت بنان العامريتي أحمرا فقلت خضبت الكف بعد فراقنا. قالت معاذ الله ذلك ما جرى ولكنني لما وجدتك راحلا بكيت دما حتى مليت به الثرى لمست بأطراف البنان مدى معي فصار خضابا في اليدين كما ترى. يا لالي يا هلال عين. حلو مرسي. ثانك يو. كنت بفضل علي اليوم يستعمل نيانس اكثر بالصوت هو عم بغني. كنت بفضل كمان ينقي أغنية أو موال مداهن أكبر شوي تنسمع أكثر مدى صوته. ولكن هذا اللي كنت بفضله. بس باللي غناه هو أنا برأيي غنى كتير حلو. صوته صار مبين رنة الصوت أكثر. صوته عم بيطلع فيه بروجيكسيون أكثر لبرا. فتحة التم أحسن العالين. فتحة التم أحسن العالين أريح ومبينين مجوفين وفيهم ريزونانس. وكل تامبر صوته مبين فيه ريزونانس أكثر. سو أنا بهني على التقدم يلي عمله. وان شاء الله مرت الشيء بنسمع نيوس اكثر ومدى صوت اكثر. انبسطت كثير بعلي كثير مغير. حسيته عم بيأدي شيء حلو كثير. عنده احساس. صوت عريض. الرنه صار تظهر لبرا. في شغله بعد بده شغل كثير عند بيتي. مثلا فيت على المسرح قال له هاي وحطت راسه بالارض. ما هيك بيتي؟ اكيد. إيه معلش معلش كله نحن هون تنتعلم. بس كصوت حلو كتير. إيه لا ارتاح لقى الحل وقعد وارتاح. إيه وقال لك بقعد خليني اعرف غني هلا قد وقف. ايه ايه كان ذكي. كان ذكي كثير ذكي. كان ذكي راح قعد جاب الكرسي وقعد. هاي الواحد بيعمله يعني كل واحد منا اذا دايخ بده يلاقي حل يا بيلقي عشي يا بروح بيقعد. قعد وكفى وغنى منيح
يعني عمل فينا الضرب يعني اذا بدك طلع بس كمان انا اول مره بسمع هالرن الحلوه عند علي، يعني كيف صار بشانتال صار كمان بعلي، انه حسيت انه عنده هالرن الحلوه هيك فيها كانه غربي شرقي ما بعرف، يعني حسيت في شيء غريب مثل الأدين مثل حلو كتير. ايه بس غنى قليل طبعا ما بعرف ليش، بس حلو حضور على المسرح اول ما فات وهاي وما هاي هاو بدون شغل هاو دي بصفي. ايه بس انا علي بالزيت بهيديك الايفال قلت له ما فيك تفوت هيك، بالايفال الماضي نفس الشيء عمل، وهلا انا ما بسامحه عليها، يعني هيدي يفوت يقول هاي هيك كانه نحن، يعني قلت له بتفوتوا بالشخصيه يلي يعني انت فايت كمطرب فايت كمطرب فايت كعم بتمثل دور بتفوت بالدور، يعني هيدي ما بسامحه عليها هاي. الكرسي بالعكس دليل ذكاء. سوري سوري انا بدي اقول شغله بالنسبه لعلي، علي شخصيه حلوه وهذا الشيء بينعكس على على ادائه على شكله، بفتكر هيك يعني علي كمان عنده نفس النضج اللي بحسه عند دينا بحسه عند علي. ف بس بالنسبه للايفال اليوم حاله المرض هي اكثر حاله واحد بيقدر يلعب فيها بالجسم بانه يوقف، يمكن اذا بدنا نحكي تمثيل كان بيحمل انه بلحظات يدقر يوقف الشغله الذكيه اللي عملها الكرسي، ولكن حسيتها انه سوليسيون دو فاسيليتي بنفس الوقت شغله ذكيه ولكن شغله سهله ومرق علينا. يعني شخصيا انا ما بقتنع بهالطريقه، مش هيك ما بتمرق علي يعني بهالطريقه خاصه الهاي. عاده هيك بلاقي انه صوته حلو وشكله حلو وشخصيته حلوه. انا بالنسبه لي اليوم علي كان مروره منيح، لانه اذا بدكم هيك غنى غنيه متملكه حافظها بيعرفها من جوه من 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 يعني بتشبهه لإله وهالقد متملكه، مشان هيك كان مرتاح فيها وما قدر يفرجينا انه هو مش مرتاح وقتها كان عم بيدايخ لانه هالقد هو مرتاح بغنيته. بس كانت كتير ذكيه فكرته، حتى انا في مطرح من المطارح حسيته كانه بده يرجع يلقي على الحياه انه يغني هو متهدى بالحياه، رجع استعمل الكرسي. انا مع انه علي بعد يشتغل اكثر انه يشبع العرب الموجوده بصوته، يشبع طريقه المغنى بطريقه تخلي اللي عم يسمع يكون على الآخر راضي عن الأداء. ولكن اليوم كان كتير مروره حلو، والأحلى من هيك كيف اليوم تزاكى بالكرسي واستعملها. هو شاطر على المسرح بيعرف يدبر حاله، لو مش كتير حافظ لو شوي تعبان أو لو بده يصير أخطاء ما منحس عليه، لأنه حضوره لذيذ وبيخلينا نتأثر معه من دون ما نحس بالأخطاء اللي بيعمله.